الثلاثاء 11 من ديسمبر 2018 في عربود الليلة. 9-7 انتظروني انا مش جاي الحفل. مين عطى يشجع محمد شاهين على الزواج؟ انت لو نسيبه غير ما اتجوزه. محمد رشاد يترك مي حلمي وحيده في عرض ازياء فساتين زفاف. مي حلمي ومحمد رشاد هم اساسا ما سابوش بعض. مريتا حلاني تصادف والدها عاصف في الطائره. ثقبت انه اثنيناتنا عنا شيء بنفس النهار وثقبت انه كان طلعنا بنفس الطياره. امل بشوشه تفضل عادل كرم على تيم حسن. علاقتي بزملائي بشكل عام كتير جيده، ما عندي مشاكل مع حدا. شرف لاي فنان انه هي شارك في مهرجان في المسابقه الرسميه. عربودي واقف في تغطيه خاصه فعاليات اول مهرجان مغربي خاص بالافلام العربيه. لا شيء مستحيل. Nothing is impossible. نجم الاسبوع مع المنتج العالمي ريد وان. اهلا بيكم مره تانية. اهلا يا جوري. ازيك يا خليل؟ ودلوقتي هيكون معانا لقاء عفوي جمع مينا عطا ومحمد شاهين اللي كان كله هزار وقفشات، وطبعا سالنا مينا عن ميعاد طرح البومه الجديد. والاهم طبعا الكيمياء بين محمد شاهين ومينا عطا في الغنى، وحتى حاجات تانية كتير في الحياه بتجمعهم، بس واضح كده ان رايهم في الجواز مش زي بعض. مجرد ظهورهم على المسرح تفاعل معاهم الحضور بشكل كبير، وغنى مينا عطا عدد كبير من أغانيه مع محمد شاهين واللي أشعلوا بيها حماس الجمهور. وقبل الحفل بساعات نشر مينا على حسابه على الانستغرام فيديو دعا فيه جمهوره لحضور الحفلة مع صديقه محمد شاهين. استنونا سبت الساعة 7 انتظروني انا مش جاي الحفل. الحفل اللي أقيم في نقابة المهندسين كان بمناسبة افتتاح الملتقى الأول لشباب المهندسين، ودي كانت فرصة عشان يكشف لنا مينا عن رأيه في ألبوم شاهين الجديد. عامل ألبوم حكاية وشغال مع كل الناس الجميلة اللي في الوسط، عامل حاجة فعلا تتسمع. استنوا ألبوم شاهين لأن هو يبقى ألبوم قوي جدا وهتتبسطوا بيه. أما شاهين فوضح لنا قوة الصداقة اللي بتجمعه مع مينا من سنين. احنا أصحاب من زمان، وطبعا مينا عشرة يعني ويعتبر أخويا يعني. وطبعا كان لازم نسأل مينا عن حياته بعد الجواز. مينا بعد الجواز هو الزميل قبل الجواز، بس بقى زيت شوية حاجات بقى في حد بيدقق في التفاصيل. ودي كانت نصيحته لشاهين. يلا عبالك يا برنس، انت لو نسيبه غير ما اتجوزه. هننتقل دلوقتي لزميلتنا سلمى الأزاز في نيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير خليل، مساء الخير جوري. اخيرا ردت ياسمين صبري على اختفائها المفاجئ طول الفتره اللي فاتت دي، واللي طبعا كان مزعج جدا بالنسبه للفانز ولمتابعيها على السوشيال ميديا، وهي حبت انها تطمن الجميع من خلالنا. لا ابدا ولا اختفاء ولا حاجه، انا بس كنت حابه اخد بريك، و اوف كورس يو هاف تو جيت باك، لانه هي دي الحياة دلوقتي. social media is very important سواء بنعترف بيها أو لا، بس هي زي الواحد يستخدمها يعني. كنت بعيد فما كنتش حاسة إيه اللي بيحصل أساسا. يعني أنت بتقولي لي كمية، والله أنا I didn't know أو ما أعرفش إذا حقيقي ولا لا. I don't know. وفي مفاجأة من احتفالية ويدنج داي اللي حضرها كتير من المشاهير، أعلنت المذيعة مي حلمي عن وجود خبر سعيد الفترة القادمة، فهل يا ترى تقصد عودتها لمحمد رشاد؟ هنعرف أكيد الأيام اللي جاية. الإعلامية مي حلمي كانت حريصة جدا على حضور حفل ويدنج داي، واللي عرض من خلاله عدد من مصممين الأزياء آخر صيحات الموضة الخاصة بفساتين الزفاف.
وخلال تواجد مي في العرض مع مصمم الأزياء محمد إسماعيل، طلعت على المسرح وكشفت عن مفاجأة لجمهورها. محمد لو قعدت أشكرك من السنة الجاية أنت هاي الفستان الحلو ده من عنده، وهو هيعمل مفاجأة ليا ورايا. واعتبر البعض أن المفاجأة دي هي عودة مي مرة تانية للمطرب محمد رشاد. عودة مي حلمي ومحمد رشاد هما أساساً ما سابوش بعض، بس هو ما جاش أكيد في ظرف عنده. وكان ختام حفل ويدنج داي مع الفنان محمود العسالي اللي طلع على الستيج وقدم مجموعة من أجمل أغاني. لا يزال في عرب وود الليلة. هلا قبل كانوا يسألوني عن جيو أنا وبي، هلا أنا وخي. الوليد يهدد شقيقته ماريتا الحلاني. يهمك دخل قلبك يلي بيفهم عقلاتي، بهمي وفرحي ودمي وانت الروح جواتي. لم تخبريني ماذا حصل ليلة أمس بعد انتهى مجلس السمر. أمل بشوشة منافسة جديدة لنادين نجيم وسيرين عبد النور في شركة الصباح. ما في شك أنه لازم يكون في منافسة، بس تكون منافسة شريفة. عندنا نجاح كتير اللي ما قدرش نحسبه بصراحة. نجم الأسبوع مع المنتج العالمي ريد وان. بعد دخول ماريتا الحلاني ابنة عاصر الحلاني للوسط الفني، واضح كده ان في منافس جديد من العيلة ممكن يكون شرس ويهدد نجومية ماريتا. الوليد اخوها ابن عاصي الحلاني اللي انتشر ليه من فترة مقاطع فيديو هو بيغني مع والده عاصي، خصوصا انه كان بيغني بالعربي على طريقة ابوه. اما ماريتا فواخدة الستايل الرومانسي الناعم. كانت صدفة حلوة لماريتا لما قابلت والدها عاصي الحلاني على نفس الطيارة، وده أثناء زيارتهم لدبي، وصادف كمان نفس توقيت حفلة عاصي بالقرية العالمية. ثقبت أنه اثنيناتنا عنا شي بنفس النهار، وثقبت أنه كان طلعنا بنفس الطيارة. مش بس ماريتا اللي صوتها حلو وأثبتت موهبتها الغنائية، لا كمان الوليد أخوها صوته مميز وقوي جدا، واللي عرفناه من خلال برنامج ديو المشاهير. ما يهمك دخل قلبك يلي بيفهم عقلاتي، بهمي وفرحي ودمي وانت الروح جواتي. وزي ما كنا بنتمنى نشوف ماريتا في الديو مع والدها، الناس كتير كمان في انتظار ديو بيجمع ماريتا بأخوها الوليد. مع والد هلا قبل كانوا يسألوني عن جيو أنا وبي، هلا أنا وخي. مع خي يمكن ما بعرف، عن جد ما فكرنا بهالموضوع، بس إنه إذا كان في شيء دائما بقول غنية زبط، يعني موضوع مهضوم هيك معقول. بس عيوني فضحوني وشافوك بطبع عيوني. بس عيوني فضحوني وشافوك بطبع عيوني.
وقبل زيارة ماريتا لدبي كانت موجودة في مصر. زيارتي لمصر كانت حلوة كتير، أنا دايما بروح على مصر كذا مرة بالسنة. هالمرة رحت على مصر لنصور الدعاية لتيفاني أند كو وفوغ. كانت متعبة أكيد لأنه رحنا شغل وصورنا، بس كتير اكسبيرينس كتير حلوة لإلي. وهلأ دبي كمان وصلت امبارح بالليل، واليوم هلأ بعد شوي رح فل. مع براندون ماكسويل يلي أثار إعجاب جمهور الفترة الأخيرة، ولكن هالمرة مش بمجموعة أزياء أطلقها، ولكن بعد صورته مع والدته يلي نشرها عبر حسابه على إنستغرام وحط كابشن طويل مؤثر للغاية أعلن فيه عن مرض والدته بالسرطان، وأكد له من خلاله أنه رح يضل بجنبها دايما حتى تشفى تماما بالقريب العاجل، وأضاف أنه والدته هي اللي أهدته الحياة وحان الوقت حتى يرد لها جزء بسيط من هالجميل. ولقى البوست أكثر من 15 ألف لايك والكثير من التعليقات، أبرزها من لورا براون رئيس التحرير مجلة إنستايل يلي كتبت كل الحب لوالدتك الأسطورية. يذكر أنه براندون دائم الفخر بعائلته، فبالرغم من كونه المصمم المفضل لليدي غاغا، نايومي كامبل وماجن ماركل وأشهر المودلز، بيتمنن أنه يعرضوا تصميماته، إلى أنه اختار جدته جونسون لحتى تكون الموديل الخاصة بمجموعته فول 2018. الأزمة اللي عم بيمر فيها براندون مرت فيها قبله تايلور سويفت وقت أعلنت بأبريل 2015 عن مرض والدتها بالسرطان، وقالت أنه أمنيتها للكريسماس وقتها هي أنه تخضع والدتها لفحوصات، وبالفعل خضعت لها نزولا لرغبة تايلور، ولكن للأسف كشفت الفحوصات إصابتها بالمرض، ولكنها شفيت منه تماما من بعد دعم بنتها الكبير لها. وهيدا يلي بتقوم فيه تايلور دايما، حيث بتدعم والديها ماديا ومعنويا، فسبق وأن اشترت لهم بيتين، الأول بيبلغ ثمنه $2,500,000 والثاني تجاوز ثمنه $1,000,000. أما ليدي غاغا فقامت بدعم والدها بطريقة مختلفة، فحققت له حلمه يلي بيراوده من شبابه، وأنشأت له مطعم خاص للدجاج المقلي بنيويورك. وما اكتفيت بهيك، بل قامت من شهور بتقديم الوجبات للزبائن بنفسها، كما أنها بتقوم من حين لآخر بتناول غداء هناك كنوع من الدعاية للمطعم. Baby, I just need one good one to stay.
كريم عبد العزيز اللي تصدر مؤشرات بحث جوجل بعد ساعات قليله من انتشار شائعه وفاته، بالرغم من انه بيعيش فتره من الانتعاش الفني، وده لانه بيقوم بتحضير 3 افلام. ومدير اعمال كريم وقتها بكتابه بوست على حساب كريم على فيسبوك بينفي فيه الشائعه المغرضه، وقال النجم كريم عبد العزيز بخير ولا داعي للشائعات التي يطلقها بعض المغبولين. كريم عبد العزيز مش النجم الوحيد اللي شائعه وفاته بقت حديث الجميع، لان برضه النجم عادل امام اللي بتعتبر دي المره الرابعه اللي بتنتشر فيها شائعه وفاته، وده بعد تصدره مؤشرات جوجل بعد اقل من 24 ساعه من انتشار الشائعه. قلق جمهور الزعيم عليه دفعهم للبحث على ما ينفي او يؤكد الخبر، وحتى بعد نفي ابنه رامي امام للخبر استمر امام حديث السوشيال ميديا. انا مش برمي الناس بالتهم، بس انا متعود اقول الحقيقة وهما متعودين يكذبوا. احلام كمان لحقتها شائعة طلاقها من زوجها مبارك الهجري بسرعة البرق، وتصدر طلاق الفنانة احلام تويتر وقتها، وده اللي دفع احلام لنشر صوره بتجمعها بزوجها وابنها فهد على حسابها بتويتر، وغردت عليها بطريقه كوميديه وقالت يا صاحب الهاشتاج على الاقل سوي هاشتاج لحفلتي بامريكا، المشكله انه بيحبني وانا احبه واحنا نحب بعض. اسرني طيفك وحبك اسرني وصرت مفتونه. ورغم ان المئات من الفنانات قاموا بخلع الحجاب الا ان بدرية احمد كانت الاكثر اثاره للجدل على السوشيال ميديا، ممكن عشان طريقه خلعها للحجاب كانت الاغرب. وهذا القرار الاخير، ما حد يسالني ليش وين متى. ومع مرور اكتر من 29 سنة على صدور ألبوم شوقنا، الا ان الألبوم واغنية شوقنا تحديدا اصبحت من اكتر الاغاني استماعا على يوتيوب، وده بعد ما نشرت دينا الشربيني على حسابها على انستجرام اللي بيتابعها من خلاله 1,000,000 شخص فيديو هي بترقص رقص الكيكي على الاغنية. شوقنا اكتر، شوقنا، شوقنا اكتر، شوقنا، شوقنا اكتر، وتخطت عدد مشاهداته 1,000,000، وهمت دينا بحجب التعليقات عليه. دودنا دود يا حبيبنا، دودنا ووعد تحسبنا. بعد الفاصل في عربود. انت مشيت من هنا، القيامة قامت من هنا. أمل بشوشة ترد على اعتذارها عن الجزء الثالث من الهيبة مع تيم حسن. ما ضل حدا ما سألني، الهيبة هو لزميلة صديقة سيرين عبد النور. يا جماعة العرب والسينمائيين العرب في أرض المغرب وتحديدا في الدار البيضاء، هذا فوق أحلامي. عربود في تغطية خاصة لمهرجان كازابلانكا للفيلم العربي. شرف كبير بالنسبة لي بهذا التكريم في مدينة الدار البيضاء. نجم الأسبوع مع المنتج العالمي ريدوان. الحمد لله عندنا نجاح كتير اللي ما قدرش نحسبه بصراحة. أقامت البريتش فاشن كونسل بالتعاون مع سواروفسكي الحفل السنوي الخاص بجوائز الفاشن أوردز بالرويال ألبرت هول بلندن، اللي من خلاله تم تكريم موتشيا برادا والعديد من الفاشن ديزاينرز والمودلز المرشحين للجائزة. بأجواء رائعة ووسط حضور كبير من بين مصممي الأزياء وصانعي ومحبي الموضة، أبرزهم كيندل جينر، أليكسا تشونغ، كيت موس، فيرجيل أبلو، فيكتوريا باكام وزوجة ديفيد باكام، انطلق حفل The British Fashion Awards وقام بأحياء غنائيا كل من بوي جورج وألي جولدينغ. وخلال الحفل تم الإعلان وتسليم الفائزين جوائزهم، وكان لغوتشي نصيب الأسد هالعام فحصل على جائزتين هن أفضل براند، وحصد ماركو بيزاري جائزة بزنس ليدر للعام الثالث على التوالي. Amazing nominees. The third time that they're gonna recognize me with this award. It's been more difficult. بينما فاز بيير باولو بيتشولي من فالنتينو بأهم جائزة وهي أفضل مصمم للعام. Grazie a tutti. أما جائزة أفضل مصمم أكسسوارات فكانت من نصيب دمنا غافاساليا من بالانسياغا، كما في سامويل روس من إيكولد وول بجائزة بريتش إيمرجينج تالنت
للملابس الرجالية. Amazing industry that supports young talent. Thank you. وحصل ريتشارد كوين على الجائزة نفسها ولكن عن فئة الملابس النسائية. Thanks. وحصد الأوربن لوكس أوف وايت. وحصلت جايا جيربر على جائزة أفضل موديل لها العام خلفاً لأدوى أبوها يلي فازت بالجائزة نفسها العام الماضي. Mom and Dad, this is for all the times that you guys showed up anyways. I love you. Thank you. فيما حصلت فيفيان ويستوود على جائزة The Positive Change مقدمة من سوارفسكي وفازت ميوتشا برادا بجائزة Outstanding Achievement كما فاز غريغ غرين بجائزة أفضل مصمم أزياء بريطاني عن فئة ملابس الرجال. Say thank you to the amazing support networks in London. Thank you very much. مفاجأة الحفل هو حضور ميغان ماركل يلي ظهرت بفستان أسود من جيفانشي وأجت ميغان خصيصاً حتى تسلم كلير وايت كيلر مصممة فستان زفافة جائزة أفضل مصممة أزياء بريطانية عن فئة الملابس النسائية. Thank you so much. مسلسل دولار هو العمل اللي بيجمع ما بين أمل بشوشة وعادل كرم في أول تعاون درامي بينهم واللي هيعرض الجزء الأول منه قريبا. أمل اللي قابلناها خلال كواليس برنامج بيت الكل اللي بيقدمه عادل كرم على ام تي في قالت لزميلنا راغب حلاوي إنها ما بتنافسش حد في شركة الصباح المنتجة للعمل في إشارة منها لنادين نجيم وسرين عبد النور. ووضحت كمان قصة اعتذارها عن الجزء الثالث من مسلسل الهيبة مع تايم حسن واللي سبق واشتغلت معاه في مسلسل الأخوة. ما ضل حدا ما سألني. الهيبة هو لزميلة صديقة سيرين عبد النور، إن شاء الله يا رب تتوفق. لما تبقى الأسود أوعى من الكرامي مشهور إقساع. بعد انضمام أمل بشوشة لشركة الصباح بطبيعة الحال رح يتم مقارنة عملها بعمل الممثلة سيرين عبد النور والممثلة نادين نسيب نجيم كونهم بينتموا لنفس شركة الإنتاج. نجمات بنفسوك كمان اليوم، كيف علاقتك بسيرين عبد النور بنادين نجيم؟ ما عندي ذهنية أني أنا فوت بالمنافسة أو عندي أعداء بالكار، لأنه ما في شك أنه لازم يكون في منافسة بس تكون منافسة شريفة. علاقتي بزملائي بشكل عام كتير جيدة، ما عندي مشاكل مع حدا. طبعي ما بحب قعدة النسوان، فلاني حكيت وقالت لأنه ما بيعنيني الموضوع حقيقة، ما عندي هالفضول. اللي بيهمني بيتي، أهلي، بنتي، جوزي، هيدا أهم شيء. لم تخبريني ماذا حصل ليلة أمس بعد أن انتهى مجلس السمر. دولار رح يكون العمل الأول يلي رح يجمع أمل بشوشة وشركة الصباح. خبرينا عن دولار، يعني هذا العمل المنتظر بينك وبين عادل. مسلسل كتير جديد بكل تفاصيله، كتير حلو. رح تشوفوا شيء مختلف كتير عن الدراما التقليدية اللي متعودين نشوفها. الفكرة لك بس الدولار لإلك. أعطينا رقم نص بالنص. مش مضطرة. سمعت إنه الدور ما بيشبهك، بتتأسد يكون الأدوار ما بتشبهك؟ هو لازم الممثل ما يعمل شيء يشبهه وإلا بطل ما بيكون عم بيمثل. الحقيقة إنه زينة دور زينة ما بيشبه أي دور عملته، دور ممتع جدا وراح يحبوها الناس كتير قد ما أنا حبيتها. أنا مش عم فكر بالدولار ولا عم بركض ورا المصاري. إحنا إذا رح نضل حينه لهذا الدولار يمكن فوت بمتاهة الأول ما لا آخر. الكيمستري بينك وبين عادل ما رح أسألك عنها لأنه مبينة من أول يوم. سبحان الله، عن جد صرت بؤمن بهالشغلة إنه بتجي من عند الله. فظيعة، وكان كتير مساند لإلي وتفاجأت فيه حياتا إنه قديش هو صبور، ولأنه العمل كان الكونديسيون تبعه صعبين كتير، فكتير كان مساندني ودايما بتسمع الكلمة الطيبة، وهذا أكيد بيزيد الممثل البارتنير، يعني بيزيدك بثقة وخلص، يعني بتصير مرتاح للشريك العمل. رح تموت وتعرفوا علي سر. عرض عليك فيلم تامر حسني البطولة مع سعيد المرق كمان، وصلتني أصلا كومنت هي على إنستغرام. الحقيقة أنا لا، ما نعرض علي وما جو با فوغ لا بريتونسيون دو دير انه انا نعرض علي. ما نعرض علي. رح تطلي برمضان 2019؟ لا هلا ما قررت، اذا ما كان شيء واو فما رح اعمل شيء. انت مشيت من هنا
القيامة قامت من هنا. انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بمشاركة عدد كبير من الأفلام العربية، واللي بيعتبر الأول من نوعه في المملكة المغربية لأنه متخصص في الفيلم العربي فقط، كما أنه أول تظاهرة سينمائية كبيرة بتقام في مدينة الدار البيضاء اللي تم التحضير لها قبل عامين، واللي هيتضم مسابقة رسمية للأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب بانوراما لعرض مجموعة من الأفلام خارج المسابقة، وقسم خاص كمان لعرض الأفلام المغربية الحديثة. وكل يوم من هنا لنهاية المهرجان هيكون معنا تغطية خاصة، وأولها النهاردة مع حفل الافتتاح. بالنسبة للدولة الأولى يعني كان حلم تحقق اليوم، فأن يجتمع العرب والسينمائيين العرب في أرض المغرب وتحديدا في الدار البيضاء هذا فوق أحلامي. وبالفعل تحول الحلم الحقيقة وانطلقت الدورة الأولى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، والافتتاح كان الفيلم المغربي إطار فارغ من بطولة وإخراج ثناء عقرود، وبتضم الدورة الحالية 25 فيلم من 11 دولة. المتواجدة يعني اختيرت بعناية لأن أفلام تمثل بلدان عربية شقيقة ومخرجين مميزين، وهذه الأفلام أيضا شاركت في مهرجانات عريقة كقرطاج كالقاهرة كمالمو مثلا، فلا نريد أن نقل مستوى عن هذه المهرجانات وحتى وإن كنا في الدورة الأولى. وتزين لوجو المهرجان بوجود 4 من رموز السينما المصرية، ويكرم المهرجان عدد من الفنانين وصناع السينما العربية، المخرج أحمد رشدي والمخرج خالد يوسف والفنانة أمال عيوش. شرف كبير بالنسبة لي بهذا التكريم في مدينة الدار البيضاء، مدينة مدينتي أنا تزديد في هذه المدينة، وجد سعيدة بأن الحمد لله الآن موجود في مدينة بهذا الفخم عاصمة بهذا المهرجان يكون موجود. نتمنى بأن الدورة الأولى تستمر وباش مدينة الدار البيضاء تكون معروفة بمهرجان في المستوى. آسر ياسين كان سعيد جدا بمشاركة فيلم تراب الماس في المسابقة الرسمية للمهرجان. سعيد جدا بمشاركتي هنا، وسعيد جدا ان انا موجود ومدعو للمشاركة في المهرجان ده، بيبقى دايما شرف لأي فنان انه يشارك في مهرجان في المسابقة الرسمية. دي تاني مرة ليا في المغرب، اول مرة جيت كنت بعمل فيلم بطولة فيلم الوعد، وده كان اول بطولة مطلقة ليا، فكان بالنسبة لي المغرب بتحتل مركزة خاصة جدا، وبحب جدا اهلها، وسعيد بوجودي هنا في كازابلانكا مدينة جديدة بالنسبة لي، واتمنى اجي تاني وتالت. اما كارمن لبس امامها تحدي كبير كعضو لجنة تحكيم المسابقة. تكوني عضو لجنة تحكيم وانت ممثلة، هيدا شيء سيف ذو حدين، لانه مهنيا بدك تنسي انك انت منحازه او مين بتحبي من الممثلين اصحابك وتعطيه جايزه، فبدك تعطي الجايزه للافضل مش للاصحاب. سعيده اني موجوده بكازابلانكا، وخاصه اني انا شاركت مع المخرج نبيل عيوش بفيلم واتيفر لولا وانتس، وكان تصويره بكازابلانكا، فقعدت حوالي 4 شهور، فكان عندي مثل هيك نوستالجيا. والحلو أكثر إنه هيدا السينما اللي هون، هاي صورت المقاطع من الفيلم بهاي السينما. بعد الفاصل في عرب عود الليلة، كيف ستحتفل جوليا روبرتس بعيد الميلاد؟ لا شيء مستحيل. Nothing is impossible. نجم الأسبوع مع المنتج العالمي ريد وان. بينتظر الكل الكريسماس كل عام بفارغ الصبر، لكن سؤالنا النهاردة إزاي بيحتفل بيه النجوم؟ ونجمتنا النهاردة هي جوليا روبرتس. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next
كشفت جوليا روبرتس مؤخرا عن طريقه احتفالها بالكريسماس ويلي بتتشارك فيه مع زوجها داني مودر وابنائهم الثلاثه. وهي بتحب ان تشوف فيلمي تشارلي براون كريسماس What's a Wonderful Life لجيمس ستيوارت ودونا ريد، حيث اعتادت على مشاهدتهم كل عام من طفولتها ولغاية اليوم، كما أنها بتستمع إلى أغنية Little Drummer Boy طوال اليوم. أما عن الإفطار يلي بتتناوله صباح الكريسماس فبتقوم بأكل كميات محدودة جداً من الطعام، لأن على يقين بأنها رح تلتهم كل أنواع الطعام على العشاء. وشبهت نفسها من بعد تناول عشاء هالليلة بالخفاش التائه. وعن الهدايا يلي بتقدمها بهاليوم قالت إنه كل شخص لازم يقدم للمقربين منه هدايا طوال الوقت، ولكنها ما بتحب التحدث كتير عن هالموضوع. وعن المواقف المضحكة يلي بتمر فيها خلال هاليوم فكشفت انها بتتناول الكعك قبل ما تقوم بإنقاذ ابنائها، ومن بعدها بتمنعهم من تناوله. كما انه عائلتها ما بتجلس على طاولة السفرة بهاليوم، رغم انه جميع العائلات بيحرصوا على ذلك بهاليوم. وكانت أخبار انتشرت من أيام بتفيد أن جوليا وداني قرروا الانفصال من بعد احتفالات الكريسماس بسبب التوتر والمشاكل اللي زادت بيناتهم بالفترة الأخيرة، ولغاية اليوم معلق الثنائي على الخبر، فيما قام موقع غوسب كاب بتكذيب الخبر على لسان مصادر مقربة منهم. وعلى الصعيد الفني يعرض لجوليا هلأ بدور العرض السينمائي فيلم بان از باك. الجزء الأخير من لقاءنا طوال الأسبوع ده مع النجم الأسبوع المنتج العالمي ريد وان، والنهاردة هنسأله مجموعة من الأسئلة على طريقة عرب هود، فهل هو جاهز الإجابة ولا لا؟ الحمد لله عندنا نجاح كتير اللي ما قدرش نحسبوه صراحة. أنا عارف تقريبا عندي واحد بين واحد 70 أو بين 70 و 100 نمبر 1 في العالم الحمد لله. لا يحصى الحمد لله، هو certainly يحصى ولكن الحمد لله لا يحصى الحمد لله، كل من فضل ربي. أجانب عدة فنانين، لأن نعطيك واحد إكزامبل، لما عملت We Are The World For Haiti مع كوينسي جونز، غير في هذه الأغنية اشتغلت مع 81 سوبر ستار أمريكي، كانيا ويست، بينك، سيلين ديون، توني براكستون، إنريك إغليسياس، بوستيكات دوس، أيكون، بلاك آي بيس، غير أغنية واحدة اشتغلت مع 81 فنان كبير. وعاد بيرسونلي خدمت مع ليدي غاغا، انريك اغليسياس، بيت بول، اشر، نيكي ميناج، مارك انتوني، عملت ليست طويله والحمد لله عملت معهم ارقام خياليه الحمد لله. هذه صعيبه، هذه اقول لك نمبر 1 دار أساسية عندي واحدة في كابو نيجرو، في تطوان كابو نيجرو في المغرب أساسية، ودار في هولندا أساسية، ودار في
لوس أنجلوس أساسية الحمد لله. أنا زعما ما كيعجبنيش نشري السيارات كثير الحمد لله. أم هابي عندي 4 سيارات، يعني 3 في لوس أنجلوس واحدة في المغرب. المغرب هو وطني الأساسي، لا شيء مستحيل. Nothing is impossible. تحدي كبير وجميل، خصوصا انه بكره هيكون معانا تحدي نساء. خليل، مين اللي هيكون معانا بكره في تحدي الركنه؟ هتكون معانا دينا، واللي يا ترى تعرف تركن عربيتها ولا لا؟ هاي يا جماعه، دينا معاكم، انا جايه اسوق واركن ركنه عالميه. السلام عليكم. لا مش عايزه صداع، انا عايزه اركن. ركنة عالمية بدل السرق. خلصت حلقة عرب ود الليلة، وكان فيها الساعة 7 انتظروني، انا مش جاي الحفل. مين عطى يشجع محمد شاهين على الزواج؟ انت لو نسيبه غير ما اتجوزه. محمد رشاد يترك مي حلمي وحيدة في عرض ازياء فساتين زفاف. مي حلمي ومحمد رشاد هما اساسا ما سابوش بعض. مريتا حلاني تصادف والدها عاصف في الطائرة. ثقبت انه اتنيناتنا عنا شي بنفس النهار، وثقبت انه كان طلعنا بنفس الطيارة. امل بشوشة تفضل عادل كرم على تيم حسن. علاقتي بزملائي بشكل عام كتير جيدة، ما عندي مشاكل مع حدا. شرف لأي فنان انه هي شارك في مهرجان في المسابقة الرسمية. عرب ودي واقف في تغطية خاصة فعاليات أول مهرجان مغربي خاص بالأفلام العربية. لا شيء مستحيل. Nothing is impossible. نجم الأسبوع مع المنتج العالمي ريد وان. وبكده تكون خلصت حلقتنا، استنونا بكرة وحلقة جديدة من عرب ود. وشكرا لمتابعتكم.